مسيرة هؤلاء القادة. أهلا وسهلا بكم، شرفتمونا في هذه الليلة الطيبة. أبنائي أحبائي الخريجين، كم أستشعر الفخر اليوم وأنا أنظر إليكم وصدوركم يملأها الفخر وتتردد أصداؤها بالأمان. كم حرصنا على مدى سنين مضت على كل ما يكفل نماء معارفكم ويحقق بريق تميزكم. كم اجتهدنا في تقوية بنيان عزائمكم ويحقق بريق تميزكم، سوية توجهاتكم، وأبدعنا وتفوقنا على ذاتنا لنوجد كل ما من شأنه أن يضمن جمالية أكاليل مستقبلكم وتيجان الخلق لهاماتكم التي تفور شبابا وتحفزا للإبداع والإنجاز. تفيض ولاء وانتماء لوطن يباهي بكم نجومه وسماءه. بالأمس وقفت وقفتي هذه بإخوة لكم، وقد أعلينا بهم سقف تطلعاتنا وتطلعاتكم. قفزنا بطموحاتكم إلى ما يجعل قلوبكم تهفو لمواضع العز في أعلى مستوياتها، ولما يجعل عيونكم محمية معتادة على لمعان برق النجاح، برق النجاح المتواصل فتعرف هدفها، لا تضعف ولا تعشى. نحن نعرف القلق، نعم نحن نعرف القلق، فنحن بشر، وخبرنا صعوبة الأرق والانتظار وقسوة العمل، ولكننا نحرص على دوام ذلك سببا يحدونا للاستمرار والمواظبة، لأن الوطن هو هدفنا القريب والبعيد، وسيبقى وطننا بخير ما دامت تغذيه عزة، عزة وجموخه دافعنا لمزيد من النجاح والإنجاز، وما دام أرقنا على سمو هامته موجودا، وسيبقى بخير ما استمرت حلاوة تحمل قسوة العمل من أجل بناء جيل يتجذر في أرضه، يطاول السماء بإنجازه، يتنفس ولاء وانتماء لهذا الوطن، لقيادته الهاشمية الغراء، وليبقى بإذن الله بالهاشميين وبشبابكم الغض المعطاء، عزيز المكانة، رفيع المستوى، مهيب الجانب، عصيا على أعدائه. أبنائي الخريجين، نحن لن ندخر جهدا في توفير البيئة التعليمية ذات الكوادر التدريسية والإدارية المؤهلة المميزة لنضمن تقديم سحائب خيرة ثرية العطاء بهذا الفوج، فقد أعددناكم بخبرات أعمارنا مجتمعة لتعدوا بدوركم مستقبل هذا الوطن بخلاصة نقدكم ومشاعر أرواحكم، ولتغذوا روحه وتروا عطشه للعلا بشغف بنار نار عزائمكم. أبنائي، ذوكم لقد رنى إليكم ذوكم وقلوبهم تتيه وتتراقص فرحا، فأنتم الآن موضع أملهم وفخرهم واعتزازهم، فقد قضوا سنين طويلة ينتظرون إشراقة شمس تضحياتهم ونماء زروعهم التي رووها فيكم بعظيم صبرهم وتضحياتهم، وحموها من غائلة الزمن وكيد الأيام بحبات عيونهم، فكونوا كما يستحقون، ولما هم أهل له منكم، وتمسكوا بكل ما يجعل عيونهم قريرة هانئة، فوالله ما كانت لهم سعادة كمثل رؤيتكم اليوم وغدا، وقد صار ثبات أقدامكم سمة يطمئنون لها، وأن إرادتكم وعزمكم هم رداؤكم الدافئ إن صعبت الخطى، وسمو خلقكم وإخلاصكم هو مهدكم الوثير إن هبأت الخواطر. أبنائي، أوصيكم في نهاية وقفتي أمامكم فلا تنسوا نصيحتي. جدوا لأنفسكم دوما موقعا بين النجوم في أفق السماء، فنحن لا نرضى بغير الذرة، فالقمم غايتنا، ولا نقبل بغيرها هدفا نسمو إليه على الدوام. نحن كنا وسنظل نرقب تقديمنا
أخدمكم في معارك الحياة، في معارك الحياة والمستقبل. نحن على ثقة بأن مستقبلكم سيزهر النجاح والمحبة والخير والجمال. نحن بدونكم لا نستطيع أن نضيء شموع المستقبل، وستبقى النور على الدوام. الحضن الدافئ لكم، والمرتع القصبة، والموئل الجميل. بارك الله فيكم، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بمالا، نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني، سأكون أنا مثلي تماما، هذا أنا، فقناعتي تكفيني، ذاك يقيني.
جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Thank you.
ما في زال بلادي مهما لا